عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة آية أس إل تي في. معكم أم نريمان. اليوم راح نديروا مع بعض غراتا تاع الفلفل الحلو. قبل كل شيء أنا هنا خديت المقلة تاعي، حطيت فيها زوج مغارف تاع الزيت، قطعت لهنايا زوج بصلات متوسطين وراني دبلتهم شوية. بعد ما دبلت البصل تاعي أنا هنا زدت الدجاج، قطعته طريفات صغار عامليه. هنا هاد المقطع راح لي بغيت نشرح لكم غير الكوميبر. قطعت الدجاج وحطيته، حطي لا كونتيتي اللي تحبي. كيما تقدري ديري اللحم المفروم اللي هو اللحم الرحيق، ولا ما تحبيش الدجاج كي تكوني تاكلي هكذايا تلقايه تحت لسانك، تحبي ترحيه هو ثاني وديري كيما اللحم الرحيق. وثاني حكمت 3 سنينات تاع الثوم كبار، حيتهم وحطيتهم وحطيت الملح والفلفل الحل. خليهم يتخلاو مليح مليح هذوما، خليهم حتى يطيبوا، ديريهم دوك على نار قليله وخليهم حتى يطيبوا تماما ونكملوا التتمه تاع الغراتان تاعنا. كيف يطيب لك الدجاج تاعك ولا اللحم الرحيق دوكا واش ديري؟ ديري كونتيتي صغيره دوك هكذا غير باش يجي بنين الدجاج. هنا دوكا نوروا الفلفل تاعنا. انا هنا خديت الفلفل تاعي هاوليك، غسلته ملحته دهنته بشويه زيت بالبانسو ولا بيدك، حطيته تحت شوايه في الكوشه في الفور تاعي، شويه من لا بارتي الفوقانيه عاود قلبته زدت شويه قشرته وحطيته هكذايا. حطيت نص لهنايا في البيراكس هاوليك، ستفته ديجا ونص خليته باش نحطه من الفوق. دوك لهنا حكمي هكذا ان ريسيبيون ولا طبسي اللي عندك، حطي فيه زوج حبات تاع البيض. انا هنا عندي زوج حبات تاع البيض كبار، غليتهم وقطعتهم هكذا طريفات صغار. ودوق زيدي هذاك الدجاج والبصل والثوم اللي دبلناهم، زيدي شويه تاع الزيتون هكذا ايفيلي، قطعي هكذا رقيق ولا شري ديريكتومون ايفيلي. زيدي المعدنوس وزيدي الفرماج حبيبات اللي تقدري ديريهم، والفلفل يمشي مليح مع الفرماج. ودوكا خلطي كامل هاد المواد مع بعضهم مليح. ومن بعد خدي ان اوتر ريسيبيون، حطي فيه زوج حبات تاع البيض، بواطا تاع ياغورت ناتور وخلطيهم مليح. ها مليح راني قصت ديجا لهنا زوج حبات تاع البيض، وحطي هكذا بواطا تاع ياغورت ناتور، زيديها هكذا لداخل وخلطيهم. حكمي شويه من هاد الخليط وحطيه هنايا مع هادوما، نص حطيه لهنا ونص خليه للفوق. خلطي هكذا مليح هاد الخليط تاعك، ومن بعد خدي الريسيبيون تاعك اللي راح طيبي فيه، حطي فرشي نص تاع الفلفل كيما قلت لك، تحبي تقلي تحبي تشوي داخل فوق كيما درت لهنايا، وحطي هاد الخليط تاعك كامل لهنا لداخل. هاد الكراتان يجي بزاف بنين، يجي هايل. سقمي هكذايا مليح، سي ما تخليش يخرج للفوق، ديري غير على الفوق الفلفل. ومن بعد زيدي حكمي الفلفل من الفوق وسقفي، غطي كامل هاد الحشوه تاعك هكذا. حكمي الفلفل تاعك وزيدي ستفي هكذا من الفوق. اين فوا تستفي الفلفل تاعك من الفوق، دوك حكمي هاد الخليط وزيدي حطيه هكذايا من الفوق. سقميه كامل على السطح الوجه تاع الكراتان تاعك، وبيكي هكذا برك شويه بالفرشيطه باش يندمجوا كامل هاد المكونات مع بعض. ودوق حطيه في الفور ديريكتومون، ما راحش يشد الوقت بزاف، غير البيض باش يطيب ويندمجوا كامل هذوك العناصر مع بعض يحمر ونحيه. الكراتان تاعي راهو طاب. دوك نقسم معاكم تشوفوا كيفاه جا لداخل. هاد الكراتان يجي بزاف بنين هايل، خاصة لمحبي الفلفل الحلو اللي هو برشي. هاوليك شوفوا كيفاش يخرج ما شاء الله، سواء في البنة ولا في لافون تاعو يشد روحو يولي هايل. كانت هادي هي وصفتنا لنهار اليوم، عبارة عن كراتان تاع الفلفل الحلو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم، وإلا عجبتكم كي العاده ما تنساوش ديروا لنا جيم لا فيديو، ابونيو للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، وصحه فطوركم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.